بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآداب التي تتعلق بالصيام كثيرة، من أهمها إخلاص النية لله عز وجل في صيامه وسائر أعماله، لأن الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ذلك أن المشركين يعبدون الله لكنهم لا يخلصون في عبادة الله، بل يشركون معه غيره، فيعبدون الله ويعبدون معه غيره. أما المؤمن فإنه يعبد الله وحده ويخلص الدين لله وحده دائما وأبدا، وفي رمضان على وجه الخصوص يكون الإخلاص لله في النية أكثر. من آداب الصيام أيضا أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أعجلهم فطرة. إذا غربت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ويؤخر السحور أيضا إلى أن يطلع الفجر، قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. كذلك من آداب الصيام السحور، تسحر الإنسان ليتقوى على الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وسمى السحور، سماه الغداء المبارك، لأنه يقصد به الاستعانة على الصيام وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب الصيام، بل من أهمها، أن يكف الإنسان لسانه عن الشتم والسباب وقول الزور وكثرة الكلام فيما لا فائدة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قد يكون الإنسان يمسك عن الطعام والشراب ويسهل عليه ذلك، لكن لا يسهل عليه كف لسانه عما لا يجوز من الكلام واللغو والشتم والسباب، وهذا يجرح صيامه وينقص ثوابه، وقد لا يبقى له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صام الإنسان صام سمعه وبصره ولسانه عن كل ما حرم الله، وليس الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب فقط، ولكنه ترك ما حرم الله، وهذا دائما. فترك الكلام المحرم واللغو والرفث والشتم والسباب، هذا يصوم الإنسان عنه كل دهره، كل حياته وهو صائم. وأما الطعام والشراب فإنما يصوم عنهما في رمضان وفي صيام التطوع، ويقولون هذا هو أهون الصيام. لكن ترك اللغو والسباب والشتم وقول الزور والعمل به، هذا أشد الصيام، لأن الإنسان يتكلم بكلام لا يلقي له بالا وهو
على حساب صيامه وعلى حساب دينه. كذلك من آداب الصيام أن الإنسان يقبل على تلاوة القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، يكثر من تلاوة القرآن. وكذلك من آداب الصيام أن لا يكثر النوم، لا يكثر النوم، لأن بعض الناس يقول أنا صائم بنام. طيب الصيام هو نوم، الصيام عبادة وذكر لله عز وجل. نعم نم قدر ما تحتاج من النوم، ولكن لا يكون كل نهارك وأنت نائم. قد ينام الإنسان صائم ينام ولا يصلي الصلوات في وقتها. الصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة آكد. كونه يصوم ويضيع الصلوات في مواقيتها ويقول إذا قمت أصليها جميع، هذا غلط ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينام لكن لا يكون كل نهاره وهو نائم. وكذلك لا يعطل الأعمال الذي تنفعه من طلب الرزق وغير ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.